الخطوة التانية إيه في ظل الأجواء وطبول الحرب؟ كاتب أستاذ عبد الحكيم معطوق المحلل السياسي الليبي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك سيد. كيف ترى المشهد وإيه هي الخطوة التانية؟ الناس إحنا عارفين اللي حصل، أنت شايف السيناريو شكله إيه؟ هو حقيقة المطروح ثلاث سيناريوهات مش سيناريو. أولا هناك ضغط على ضرورة انسحاب الجيش من الجفرة وسرت، شريطة أن يسلم هذا المفتاح إلى حكومة الصخرات، وهذا لن يتم. الشرط الثاني هو، وهي رؤية أمريكية مطروحة، وحتى الوفد الأمريكي الذي زار مصر منذ يومين طرحها على القيادة السياسية المصرية، هي أن تصبح منطقة الهلال النفطي منطقة منزوعة السلاح. هي دي اللي يهتمون في ليبيا، إقليم كردستان. ما عندهمش إبداع حتى في إن هم يحطوا بدائل أو الحرب، يعملوا نموذج أو الحرب والخيار الثالث، وكل الخيارات أحلاها مر طبعا. فهي مرحلة بكل تأكيد مفصلية. نحن بصراحة سيد لسنا مع الحرب، ولا نريد لجيش عربي أو ما تبقى من جيوشنا العربية أن يستدرج إلى هذا المستنقع. ما بفضلش الجيش المصري، ولا نريد له أن يستدرج في هذا المستنقع. تركيا لم تدخل بجيشها، دخلت بميليشيات تحالف مرتزقة وميليشيات وبعض الأدرع وخطر بتصرف عليه بالضبط. فالذي أخشى قد يحصل مناوشات، وهم مصرون بالمناسبة. أنا لدي معلومات منذ يومين بأن هناك ضباط استخبارات قطر أتراك موجودين في مصر، وحديث عن استخدام غاز السارين. هناك كميات كبيرة جدا نقلت من الجفرة، وتحدث عنها نفس السيناريوهات اللي حصل في سوريا في أدلب، يعني هو بيطلع نفس بيكرر نفس وإلساق التهمة بالجيش أنه لا يحمي المدنيين مثل ما عملوا مجموعة. يعني احنا نحذر من الآن نفس السيناريو اللي حصل في سوريا واللي حصل في العراق واللي حصل كتير جدا جدا، هو مستنسخ ان هو يبدا يستخدم غاز سارين وبعدين يبقى فيه الضحايا ويقول لك ان الجيش او القوات المصريه. يعني هو نفس السيناريو على فكره، ما عندهمش حتى اي ابداع في ان هو يحط سيناريو بديل ويشغل الان جي اوز، يعني مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيه والجنايات الدوليه تشوبلز. يعني هذه كلها تبحث عن شغل الان، وهي ارضيه للشغل ان يقوموا بفبركه هذا العمل. فهذا الذي نخشاه، ولكن طبعا لدينا محاور كثيره سوف نتطرق الى يعني اجوبه عن اسئلتك، لكن هذه السيناريوهات المطروحه الان فيما يتعلق بمساحه الكباش المتوقعه بين قوتين، لا اريد ان اقول الجيش المصري، ولكن انا اتصور بان ربما يكون هناك نوع من الاستفزاز تقوم به هذه الجماعات لاستدراج الجيش المصري والقاده المصريه مش بتاعت كده يعني. طبعا.